فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما نصيحتكم لمن ابتلي بمرض النظر إلى المحرمات كالنساء أو النظر إلى المردان؟ الغض البصر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، فيغض من بصره عن الحرام، وإلا فإن نظره سهم مسموم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، النظر سهم مسموم من سهام إبليس. وين يروح السهم هذا؟ يرجع إلى قلبه، يطعن في قلبه، فهو يطعن نفسه بهذا السهم المسموم. إذا نظر بشهوة فإنه يطعن قلبه بذلك. كم نظرة فعلت بقلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر. على المسلم إذا صار أمام الشيء حرام يكف بصره، يعني يغض بصره. أول شيء لا يذهب إلى المواطن التي فيها، لا يذهب إلى المواطن التي فيها مرائي سيئة، مواطن الفتن، يبتعد عنها. لكن لو قدر أنه عرض له شيء من الفتن يغض بصره، علاجه معه، هو صعب عليه، يغض بصره ويصد، الحمد لله، ذلك أزكى لهم. فإذا غض بصره زكى الله قلبه ونور قلبه، هذا نور من الله عز وجل. نعم.